بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. ما حدا منا بيقبل إنه يتعرض ابنه لأي نوع من الاعتداء، سواء كان لفظي، جسدي، نفسي أو غيره. وبنفس الوقت لازم نعلم أولادنا الطريقة الصحيحة لأنه يدافعوا عن حقهم. كتير منسمع من أهالي بيقولوا لابنهم يلي ضربك ضربه، وهي القاعدة خطأ، لأنه هيك منكون عم نعلم ابننا منطق الغاب وأنه يحصل على كل شي بده إياه بالقوة. وإذا كان الطفل ضعيف البنية فرح نعزز عنده إحساس النقص والضعف. طيب شو نعمل؟ أول شي لازم نربي الطفل على معرفة حقوقه وواجباته، وبالعامية منقول شو يلي إله وشو يلي عليه، مشان يقدر الطفل نفسه يميز إذا كان الشي يلي عم يتعرض له بمس أي حق من حقوقه، وبالتالي بيقدر يميز إذا كان يلي عم بيصير معه اعتداء عليه ولا لا. رح قلكن مثال بسيط كتير لوضح لكم أكتر. لنفترض موقف إنه ابننا تدخل بين رفقاته بموضوع ما بيخصه وتضايقوا منه وبهدلوه أو حتى ضربوه. هلأ إذا كنا معلمينه إنه من حقه يكون حاضر بالمواضيع اللي بتخصه، ومن حق الآخرين إنه ما يتدخل بشؤونهم يلي ما بتخصه، ما بيصير هيك موقف من الأساس. مشان هيك وقت يتعلم الطفل على حقوقه وواجباته كتير من مواقف الاعتداء يلي ممكن تصير بيتداركها. طيب إذا رغم هيك تم الاعتداء عليه، كيف يدافع عن حاله؟ يسكت؟ أكيد لا. ولو طلبنا منه إنه يسكت ويتنازل عن حقه منكون عم نطلب منه إنه يكون سلبي وضعيف، ولازم يطالب بحقه بس بالقانون. مشان هيك لازم الطفل يفهم دور السلطة والقانون. بالمدرسة معلمته هي السلطة يلي بتدير القانون وبتطبقه، فلما يتعرض لاعتداء على حقوقه لازم يلجأ له، أو بالأحرى يلجأ للقانون. طيب وإذا ما جاوبت، أو إذا كان الاعتداء من السلطة نفسها مثل إنه تهينه المعلمة أو تضربه، بيلجأ للسلطة الأعلى منه. وهيك طبعاً هذا الحكي كله ما بيزبط إذا ما كنا مربيين ابننا على تقدير ذاته وحمايته من كل شي بيهدد كرامته واعتباره، لأنه الطفل اللي بيحمل مفهوم سلبي عن ذاته وإحساس بالنقص وقلة القيمة رح يكون موقفه أضعف من إنه يدافع عن نفسه وعن حقوقه بالطريقة السليمة. فيا إما رح يلجأ للخنوع أو رح يلجأ للعنف. أما إذا كنا مربيين الطفل على الاستقلالية وإبداء الرأي، المبادرة والتفاوض والحوار والمواجهة البناءة، فأكيد رح يقدر يتصرف بشكل صحيح وقت النزاعات أو وقت يتعرض لأي إساءة أو اعتداء على حقوقه وكرامته كإنسان. والنقطة المهمة كتير يلي كتير منركز عليها لما نكون عم نحكي عن التربية، إنه هي المهارات ما بتجي بالتلقين المباشر. يعني أحسن ما أقول للولد لازم تعمل هيك وما لازم تعمل هيك ويتعامل مع الطفل على إنها أوامر، الأفضل إنه من خلال المواقف يلي بتصير بالبيت وقدامنا نعلمه كيف يتصرف ونساعده على اكتساب المهارات يلي بتتعلق بتقدير الذات ومعرفة الحقوق يلي حكينا عنها. كمان إذا تعرض ابنكم للاعتداء وما عرف يتصرف صح، لا تنفعلوا ولا توجهولوا اللوم والنقد. اسمعوه بهدوء لتعرفوا ليش ما عم يعرف يتصرف بالطريقة الصحيحة، وشجعوه ليحكي لكم شو عم يصير معه، وطمنوه انكم موجودين جنبه، ووقت يكون في داعي لتدخلكم اكيد رح تتدخلوا وما رح تتركوه لحاله، بس عطوه الامان والثقة انه بالمرة الجاي رح يتصرف صح، وهيك بتكونوا دعمتوه وشجعتوه، وطبعا حسب الطريقة يلي حكيناها قبل شوي. اخر شي بدي قلكم يا انه كلياتنا فينا ندافع عن ولادنا، بس ما لازم نتدخل دائما وبكل المواقف. نحنا منعلمه ومندعمه ومنخلي يواجه المواقف الصغيرة لحاله ويدافع عن حقوقه فيها، وشوي شوي بيصير بيدافع عن حقه بالمواقف الأكبر. بمعنى تاني ما لازم نتدخل ونحل المشكلة إلا إذا فعلا شفنا الوقت والموقف مناسب، مثل إذا تعرض لتحرش أو لاعتداء شرس أكيد ما رح نطلب منه يتصرف ولازم نحنا هون نتدخل. أما المواقف الصغيرة الأفضل نترك له إياها ليتعلم فيها التفاوض والتحاور والطريقة السليمة لاسترداد حقه والدفاع عنه. وتذكروا أن الطفل من صغره إذا تعود يتنازل عن حقه رح يكبر وهو عم يتنازل. ضلوا بخير أنتوا وولادكم. سلام. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.